السلام عليكم. في برنامج اسمه بيرلي اي اي، وبيعتمد على ايه؟ ان انت بتديله مقاله او مجموعه مقالات، وهو يا اما يلخصها لك، يا اما يديك الاوتلاين النقط الرئيسيه في الموضوع، او يديك الكلمات الرئيسيه في المقاله. فده يوفر عليك، ممكن تقعد تقرا مقاله وفي الاخر تلاقيها مش هو ده اللي انت عايزه. فهو قبل ما تقرا بيديك ملخص ليه، لو عجبك ممكن تقرا المقاله، لو في اي مشاكل ممكن توفر وقتك وتقرا مقاله ثانيه.